بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن تفسروا بداية سورة البقرة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة، هي الألف واللام والميم، والحروف المقطعة تبدأ بها بعض السور من القرآن، فبعض العلماء يقول الله أعلم بمراده بها، وأما شيخ الإسلام بن تيمية فهو يقول هذا إشارة إلى الإعجاز في القرآن، فإن القرآن مركب من هذه الحروف وهذه الكلمات العربية التي تنطقون بها، ومع هذا لا تقدرون على أن تأتوا بآية من القرآن مع أنه بلغتكم وحروفه وكلماته من لغتكم، فهذا إشارة إلى الإعجاز في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: توديع عام واستقبال عام، ما العبر والدروس المستفادة من تصرم هذه الأعوام في حياة الإنسان؟ يا إخواني، لا يبنى على آخر ذي الحجة وأول محرم، لا يبنى عليه أحكام ويقال هذا أول العام، ليس هذا هو أول العام. الأول العام هذا كل يوم يأتي فهو أول عام بالنسبة لما قبله وما بعده، وإنما هذا شيء جعله عمر رضي الله عنه في خلافته لأجل أن تعرف تواريخ الكتب الذي تصل إليه من عماله، ليس هناك تاريخ تورخ بها الكتب الواردة، فعمر رضي الله عنه أراد أن يضع تاريخا تعرف به الرسائل، وهذا من أوليات عمر رضي الله عنه، وليس له مناسب أو دعاء يقال أبدا، وإنما هذا شيء بناه الجهال على هذا ولا أصل له. نعم. يقول السائل: الشيخ، توفيت والدتي وعليها صيام 5 أشهر من رمضان أفطرتها بسبب الرضاعة لأولادها منذ سنوات، ولم تستطع الصيام في حياتها نتيجة لإصابتها بأمراض عديدة كالسكري والضغط وبعض الأمراض، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، فعلا بدأت بثمانية أيام من الشهر، ولكن فاجأها الموت، كيف يتم قضاء ذلك عنها، وماذا يجب على الأبناء من الصيام؟ يصام عنها أقاربها أو غيرهم، المهم أنه يصام عنها ما بقي في ذمتها من أيام رمضان التي أفطرتها لأجل الرضاعة، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها إنما أفطرت نظرا لحالة الأولاد وليس لحاجتها هي إلى الرضاعة إلا الإفطار، فيكون عليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وأقاربها أو غيره من إخوانها المسلمين يصومون عنها. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. هذا السائل أحمد يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: اذهبي فإن الصبر مع الصدمة الأولى؟ مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر ابنها تبكي عليه، فقال: يا أمة الله اصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب
فقالوا لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر إليه وقالت الآن أصبر يا رسول الله، قال لا، الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. تقول السائلة يا شيخ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعاء معين في يوم الجمعة؟ وإذا كان هناك دعاء يرجى أرجو إفادتي. لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص دعاء معينا، ولكنه قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه، وهي تسمى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ولم يعين دعاء لأن حوائج الناس تختلف، كل يدعو بما يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت مريان تقول أطفالي الصغار حتى عمر 5 سنوات بعد قضاء حوائجهم أعزكم الله، هل يبطل الوضوء؟ لا، إذا مست الفرجين من وراء حائل على كأن جعلت على يديها جوارب فلا ينقض الوضوء، وأما إذا مست الفرجين أو أحدهما من غير حائل مباشرة إن هذا ينقض الوضوء. نعم. تسأل الأخت متعبة عن سؤال اشتراط المرأة في الحج، وإذا كانت ذهبت فضيلة الشيخ وأخلت بشيء وهو التقصير من شعرها ماذا يلزمها؟ يلزمها أن تقصر من شعرها، تقصر من شعرها، تقصير ليس له وقت وليس له مكان وهو من واجبات الحج، فإذا علمت أو فطنت أن عليها التقصير فإنها تقصر في أي وقت. نعم. وهل الاشتراط للمرأة فضيلة الشيخ في الحج والعمرة؟ الاشتراط لمن كان يحس بمرض ويخشى أن لا يتمكن من أداء المناسك فيشترط، وأما الصحيح المعافى فلا حاجة إلى أنه يشترط. نعم. يقول السائل أبو خالد، فسروا لي الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الله جل وعلا لنبيه اعبد ربك، أي داوم على عبادة الله حتى يأتيك اليقين يعني الموت، أمر نبيه أن يعبده إلى أن يموت، هذا فيه دليل على أن المسلم لا ينتهي عمله إلا بالموت، قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فقوله حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وليس المراد به ما تقوله الصوفية حتى يأتيك اليقين، أي تصل إلى درجة من العبادة تنتهي عندها عبادة تصل إلى الله كما يقولون فلست بحاجة إلى العبادة، هذا كذب وافتراء على الله. نعم. يقول السائل أبو سالم الشيخ في دعائنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، أولا ما معنى هذا الدعاء، وهل أدعو بهذا الدعاء بعد رمضان؟ نعم، هذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، فيبدأ به القنوت في الوتر، يبدأ به القنوت في الوتر، ويضاف إليه من الأدعية ما يناسب وما يحتاج إليه المسلم، وهو سنة ما ليس بلازم. نعم. من اضطر للعمل طوال العام وهو يسافر بين الرياض والدمام وجدة، هل يجوز له الإفطار في رمضان ومتى يكون القضاء؟ نعم، هذا أولى بالرخصة والمشقة عليه أكثر، إن كان يتردد في السفر فيفطر ويجعل له وقتا يقضي فيه، يرتاح فيه ويقضي فيه ما عليه. نعم. هذا فضيلة الشيخ يقول نظرا لظروفي الصحية وعدم قيامي، فأنا أصلي مع إمام المسجد على كرسي لكنه رفيع بعض الشيء بحيث أن رجلي لا تصل إلى الأرض، فهل تصح صلاتي في هذا الكرسي؟ صلاتك تصح إن شاء الله، ولكن الأولى أن تخفض الكرسي، تصلي على كرسي منخفض بحيث تكون رجلك على الأرض، هذا هو الأولى والأتم. نعم. فضيلة الشيخ يقول في أيام الأمطار إذا كان هناك بعض الناس يشق عليهم الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة وقت المطر وبقية الجماعة لا يشق عليهم، فهل يشرع الجمع والحالة هذا؟ إذا كان هناك مطر يبل الثياب أو وحل في الأرض بينك وبين المسجد فإن الإمام يجمع بين العشاءين، المغرب والعشاء خاصة، لأجل الرفق بالناس. نعم. يقول الشيخ صالح بأنه أشكل علي قرأت حديث جمع
اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا مطر. ما فيه من غير عذر، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، وهذا يحول إلى الأحاديث المفصلة. هذا حديث مشكل يحول إلى الأحاديث المفصلة لجواز الجمع في حالة المطر، في حالة المرض، في حالة السفر. ما في جمع إلا لعذر من هذه الأعذار الثلاثة، إما مطر وإما مرض وإما سفر. نعم. شيخ صالح، السائل أبو عبد الله يقول: بالنسبة للنهي عن لباس الشهرة، هل يقاس المركوبات والأطعمة وغيرها؟ نعم، المسلم يتواضع، تواضع في ملابسه، تواضع في مراكبه، ويراعي حالة المجتمع الذي هو فيه، فلا يكون في مظهر يستغربه الناس، بل يكون كسائر الناس، يتوسط في هذا. نعم. فضيلة الشيخ يقول: عبارة أدركتني رحمة الله فنجوت من الموت، لا ينسب هذا إلى الصفة، إلى الرحمة، صفة الله، وإنما ينسب إلى الله. تداركني الله برحمته، قل كذا: تداركني الله برحمته، من علي الله برحمته، وما أشبه ذلك. نعم. يقول في الآية يا شيخ: ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، يقول ما تقاس على أدركتني رحمة الله؟ لا تقاس. ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، يعني من المعذبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أدرس فضيلة الشيخ في الخرج، وأتردد يوميا على بيتي، فهل هذا السفر يبيح لي أن أقصر في سفري اليومي؟ إذا كانت المسافة بين الرياض وبين بلدك تبلغ 80 كيلو فأكثر، فلك الجمع والقصر في الطريق. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك حديث بمعنى من تشبه بقوم فهو منهم، وهل هذا صحيح؟ نعم، الحديث صحيح: تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز التشبه بالكفار، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، تعظيمهم في الباطن، ولا يجوز التشبه بالكفار في أخلاقهم، في ملابسهم، في مظاهرهم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: شيخ، نقرأ عن البدعة، ولكن ما ضابط البدعة؟ وهل نطلق على أن كل شيء خالف السنة هو بدعة؟ نعم، كل شيء خالف السنة فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. السنة، فالبدعة ما خالف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سالم يقول: بالنسبة للإيمان واليقين، هل يضعف الإنسان ويقوى بدرجات، أم أنه ثابت؟ وهل يختلف من إنسان إلى آخر؟ الإيمان يزيد بالطاعة، كما قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بدليل حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال سبحانه: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون قريبا من الكفر. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: هل يحدث عندما أكون مسبوقا في الصلاة أن أسهو وأنسى كم من الركعات أدركت وكم بقي لأقضي، وأتساءل عندما أكون متأكدا أن الأشخاص 3، هل يسترشد بمن يصلي بجانبه إذا شك بعدد الركعات؟ أولا، إن كان هذا من باب الوسواس ويكثر عليه، فإنه يتركه ولا يتأثر به. أما إن كان أنه عارض، أمر عارض وليس دائما، فإنه يبني على اليقين. إذا شك في عدد الركعات يبني على اليقين، فإذا شك هل صلى 3 أو 4 اجعلها 3، إذا شك صلى 2 أو 3 في المغرب يجعلها 2 على الأقل، ويكمل ويسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص ابتلي بفتنة النظر، فكيف يدافع هذه الفتنة؟ يغض بصره. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيغض من بصره ويحبس نظره عن النظر إلى النساء، أو يتابع
يتابع النساء في الأسواق أو ما أشبه ذلك يغض بصره. نعم. يقول السائل: يا شيخ، نحن جميعا نتطلع إلى أن نطبق السنة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، فكيف يجب أن تكون هذه المحبة، وكيف نربي الأولاد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء يجعله الله في الإنسان، ما هو شيء الإنسان يصنعه لنفسه، ما هذا شيء، ولكن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على طاعته صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان في القلوب. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن البسملة: إذا كنت في دورة المياه وأردت أن أتوضأ وأصلي، تسمي قبل الدخول، عند الدخول تسمي. نعم. جزاكم الله خيرا في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، الحديث واضح أنه يجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره من أحب الناس إليه، فإن ذلك علامة الإيمان. نعم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن تعريف الجبت والطاغوت ومن في تسميتهما. الجبت هو السحر، الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان، هذا هو تفسير الجبت والطاغوت. جبت السحر، والطاغوت هو الشيطان. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالسحر وبالشياطين وأعوان الشياطين. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال يقول فيه السائل: متى تكون الأعمال هباء منبثة؟ تكون بالشرك، إذا كان الإنسان يعمل الأعمال وهو يشرك بالله الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباء منثورة، كما قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار، فجعلناه هباء منثورا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. مشكورين على إجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل الذي سجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.